ابن عمارة على البليس. روح على العشق تاني. ابن عمارة اهبط. روح اعطيني قلت لك. يا ابن عمارة وش بيك هبلت والله؟ انت اسمع بقع. والله ارض بالبقع عليا. لا 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 لا. دكتور روحي. اهبس. روح اعطيني انت روح اعطيني. او دهيمي او دهيمي. دهيمي. ابن عمارة. وش كاين؟ صاحبك او يهدر معك صاحبك. ايه. هبط نديروا بارطية نقصروا. بالك صاحبك درك ها؟ علاه؟ يومين ما تحوش عليا. ها؟ يا ابن عمارة واش خصك انت باه تقتل روحك عليها وش بيك؟ يا اخي راك لاباس عليك واش خصك؟ كرهت. لا اخذ مالا قد ما مانيش لاباس نقتل روحي. لا 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 روح لا 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 نروي روحي خويا حبش حبش كيما راك تعيش الله يسترك وش به الحاج وش به هذا جارنا وصاحب خويا هذا بن عمارة مسكينة عنده شوية مشاكل لا سكنة لا دار لا والو وماهوش متزوج وماهوش خدام يا وكان لاباس عليه ساعة ساعة اليوم راهو في حال الله يستر مدام يقرب لك هذا ولا لا لا شوف انا كنت نمشي من بعد شفته في التليفون كانوا يصوروا فيه شفته جيت انا دلاله خير خلصني مدام باشا مرحبا جيت نعاونك خويا الله يسترك يا خويا الله يسترك ما تقتلش روحك حبس استغفر قول استغفر الله سيدي قول استغفر الله اسمع لي دوك خلينا من هاي جات مرة برنانية مسكينة قالت لك شافتك في الفيسبوك تبعت جات هنا ومدام باشا وتبان هاي تهدر معك هاي تهدر معك وسمها مدام باشا ايه يا خويا اسمعني اسمع المدام واش كاين انت راك بصحتك ياك هكذا ايه راك بصحتك احمد ربي يا خويا حرام عليك على بالك تقتل روحك ما كاين والو في هذه البلاد وعلاش تقتل روحك يا خويا علاش نقتل روحي لا حبس حرام انا حبس حرام اسمعنا مرات ربي يعطيك الصحه هاك شفتها تتحاسب عليها يا خويا علاش شوف انايا هاك تشوف فيا راني لاباس بيا انا عندي كلش ما عنديش صحه يا خويا انا عندي دراهم وما عنديش صحه مكتوب ربي نحمدو هكذا هاي المخلوقه قالت لك انت انت ربي عطا لك كنز كبير عطاك صحتك يا خويا الله يسترك هاني اختك نعاونك هاي جاتك المراه والله غير نعاونك والله هاي تعاونك هاي قالت لك نعاونك زين فاش تعاوني فاش تعاونك هاي تقول لك نشري لك دار قالت لك نشري لك دار نشري نعطيك طوموبيل عندي طوموبيل نعطيك طوموبيل هاي عندها طوموبيل هاي مامي اللي حبيت نزوج الحاج نزوجو بنت عمي خلاص هاي قالت لك نزوجك بنت عمي زوجت حوست انت هاي لاباس بها الخير وحكمها المرض ومنا هذو الناس هاك تشوف راهي قالت لك راني بدرامي بالرزق تاعي يا ماهوش درام برك في الحياه راهو الصحه هي الصح اسمح لي الحاج ما دام ما قلتيليش انت راح تعطي له هذا كامل باش يهبط ايه باش يهبط ابن عمار اهبط ينعد بالريحه تاعك اهبط ما تحشمش انت هاي المدام تاع شوف لو كان تحبط درك ها استنى دوك نسيني لك شاك هاي قالت لك نسيني لك درك شاك ابن عمار ها بلي نسيني لك هاي هاي يا سيدي ها هات ستيل هات ستيل هات ستيل ها شوف نعطيك 900 مليون قول برك قالت لك نعطيك 900 مليون يا سيدي لا اله الا الله 900 مليون هاني هابط هابط ابن عمار هابط ها هاي يا سيدي ها هاي روحي اكتبها باسمك اكتبيها باسمي هاي رايحة تكتب الشيك باسمي نكتبه باسمك لا لا باسمي انا تكتبه باسمك يا ابن عمارة خلاص اكتبي بن عمارة بن عمارة الخير هاي يا سيدي ها ولا ها هاملك 900 والله غير كتبتها 9 وزر روات بزاف ها ديري بن عمارة الخير بن عمارة الخير هاي يا سيدي هاي كتبتك ها هم الناس اللي فيهم الخير وفيهم الرزق وراي مليانه زيروات راك ربحت يا سيدي واش خاصك ها هاي مسينيه هاي مسينيه تدخلش ها هاي زيد يا سيدي ها واش خاصك فوق ها ها واو عندي الشك يا سيدي هاي هابط والله يعطيك الصحه مدام الله يكثر خيرك ان شاء الله الله يعطيك الخير ان شاء الله مدام يا خيرك هاوجه هاوجه ها مدام باشا مدام باشا مدام باشا لابسه الريش ربي يعيشك ربي يعيشك مدام باشا عندها الريش تقعد بكا ما توليش الحد ورا الشاك هاو هنا الشاك هات لهنا الشاك شوفي هاو هي المرا جات هذيك الصحة بارك الله فيك وراهي المرا ما شاء الله برزقها بخيرها شافتك في الانترنت في الفيسبوك جات هذو هما الناس الأحرار هذو هما الناس اللي راهم كيما نقولوا لاباس حرام ولا غير حرام يا الحاج واش هاد هيمي واش راك دير تم ها واش راني ندير هاني راح نطلق روحي ها راح نطلق روحي هيا برك انا دهيمي وتمسخير قاسم غادوك ونطيش روحي يا عبط دهيمي حشم المره راهي براني يعني قاسم غادوك ونطلق روحي هذا الحاج ايديها ولا غيديها
ها علاش ها زيني ها انا ما لعبت انا ماشي في العماره اسمع انا قسم غنكك روحي يعني نعرفك انا دايمي باللي انت اولو الحال ايوا هذا اخويا ونعرف مدام بشار تاع مشاكل كي شاف السيد هكذا يا هو يقول لك انا ثانيه واش عم بالك رانا هنا نمد ولا الحاج نعم ماشي عليك الحاج يا ماشي الحاج واش الحاج يا عيطتك ليك اخويا وشنو انت يا كاش يقولوا لك اسمك هذه مدام بشار مدام بشار قلت لي بخير عليك لاباس نطلق روحي لا اخويا لا قلت لك انا نعرفه انا راني نعرفه يا رب مدام اسمع شوف كيف تطلق روحك انا نعرفك والله العظيم ما ديرها وخويا ونعرفك لا غير هطلق روحك هيا قسم غدوك نطلق روحي هطلق روحك عيطوا عيطوا بدوا عيطوا ابداوا هادو هطلق ابداوا خافوا انا ساكتيك مدام مدام انا قريب نطلق سني نقول لك ما يطلقش روحي انا نعرفه خويا وتاع مشاكل دوك هذا مدام اشرح سني واش تسني سني يا مدام راه نطلق روحي يا خويا خوك ويعرفك هو انا واش ندير انا يا دركا خلاص انا نعرفك كوني عايش معاك نعرفك انت تعرف في الظلمه تهرب انت سما كيفاه الحاج يعني حتى لهنا في السويسيد وحرمتني يعني يا ودي اسمع اسكي انا بقيت في خاطرك حاجه لا اسكي انا يا ماشي مليح لا اسكي انت يا فرشه وي هابط المال مالا نهبط يا هبط ايه نعرفك بارد قلب هبط هاياني هابط هات القرعه وارواح وماذا بيك تروح تعمرها مدام غاشا تشرب معنا القهوه اليوم مدام عندي اقتراح خليها في قلبي كثر خيرك مدام بارك الله فيك وربي يزيد لك في الرزق وانت هاو الشاك تاعك المره راهي قالت لك والاخر هيا نروحوا ان شاء الله هيا اجمعي هيا اجمعي هيا امشي